وللمزيد من التفاصيل حول أداء الأسواق العالمية معي في الاستوديو رئيس رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا بك أستاذ رائد. بداية نعلم ترامب يستعد لتسليم السلطة بشكل سلس لجو بايدن، كيف ترى تفاعل الأسواق الأمريكية والأسيوية أيضا مع هذه الخطوة؟ يعني الأسواق العالمية أسواق الأسهم تتصف بالاتجاه الصاعد بنتيجة الإيجابية المرتبطة في يعني لقاح كورونا، ولكن أيضا يعني هذه النقلة المهمة جدا بترامب بأنه يقبل أن يكون هناك تعامل سلس مع الجي اس اي وعملية انتقال سلس للسلطة لولاية بايدن، وفي نفس الوقت هذا يعتبر يعني تخفيف من التوترات المستقبلية، أي أنه عدم اليقين السياسي المرتبط بمصير أكبر اقتصاد في العالم أصبح في الماضي، والأنظار تتجه إلى رغبة بالمخاطرة من قبل المستثمرين، بالتالي تم استغلال هذه النقطة التي تم يعني توضيحها يوم أمس مساء يوم أمس بأنه يكون هناك إقبال على المخاطرة بشكل أكبر، وترجمه داو جونز مع اقترابه أكثر نحو مستويات 30 ألف نقطة مرة أخرى. أعتقد يعني هذا يعني إن صح التعبير هو إيفوريا أو موجة إيجابية في الأسواق الأسهم، رغبة بالمخاطرة، ولكن التحديات لا تزال كبيرة سواء كانت على إدارة بايدن الجديدة التي سمى فيها رئيسة وزيرة الخزانة الجديدة وهي الرئيسة السابقة للفيدرال الأمريكي جانيت يالين، والتي تتمتع ونعرفها تماما أنها تتجه إلى السياسات التحفيزية بشكل كبير، بالتالي الأنظار قد تعود مجددا إلى الفيدرال الأمريكي بدلا من التوجه نحو السياسات المالية التي يجب أن تكون تحفيزية بشكل أكبر. أعتقد ذلك تم ترجمته في الأسواق على رغبة بالمخاطرة على المدى القصير إلى المتوسط. أيضا تراجعات الذهب أستاذ رائد اليوم نراها على يعني هناك تراجع ملحوظ على أسعار الذهب اليوم، هل هي نفس الأسباب؟ وما هي المستويات التي سوف يقف عندها الذهب أيضا؟ يعني السبب الرئيسي هو قوة في الدولار الأمريكي نتيجة تقليل من احتمالية أن يكون هناك تحفيز مالي المنتظر الذي نتج إلى إله تماما. تعيين جانيت يالين رئيسة الفيدرالي الأمريكي السابقة المتصفة بالسياسات التحفيزية بشكل كبير في وزارة الخزانة، أي في يعني نتوقع أن يكون هناك إيجابية بأنه تكون هناك مزيد من التحفيز، ولكن تفاعل الأسواق مسبقا مع هذا الموضوع والتوجه نحو المخاطرة إضافة إلى صعوبة أن يكون هناك تمرير سريع لحزب التيسير مالي ترجمته الأسواق بقوة في الدولار الأمريكي، وأيضا كان في عندي مجموعة من البيانات الإيجابية التي تعزز تحسن الاقتصاد الأمريكي، ولكن شهر واحد من البيانات الإيجابية غير كافي، لذلك من المتوقع أن يعود الذهب إلى مزيد من الارتفاعات في الفترة القادمة، ولكنه تحت الضغط حاليا نظرا لوجود الفرصة البديلة. نعلم أن الذهب هو لا يدر عائد وإنما هو خزان للقيمة. طيب بالنسبة للبيانات الاقتصادية الأمريكية صدرت بالأمس وكان هناك صدرت بإيجابية كبيرة، هل هذا يعني بأن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى الاستقرار باختصار؟ يعني نحن عندنا بيانات صناعة التحويلية مؤشر مديري المشتريات جاءت فوق مستويات 55، أيضا بقطاع الخدمات فوق مستويات 56، أعتقد هذا يعتبر إيجابي على المدى القصير، ولكنها بيانات شهر واحد فقط كانت إيجابية بشكل كبير، لا يعني أنه تجاوز الاقتصاد الأمريكي الأزمة. هناك إيجابية مرتبطة بشكل كبير باللقاح، وبالتالي توقعات بطلبيات مستقبلية للفترة القادمة تحفز الاقتصاد في الوقت الراهن. نعم، إذن رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا.